نحن في الفضاء ديال هاد الفضاء الريادي المعروف داخل وسط الدار البيضاء اللي كان كيستقبل في الفتره السابقه مجموعه من الابناء ديال وسط الدار البيضاء وسط والمدينه القديمه اللي كيمارسوا الرياضه المفضله عندهم والاخص لعبه كره القدم. فهاد الفضاء هذا الان اللي كنشوفوه اللي كنعرف احد المبادره ديال المجلس السابق اللي اعاد الافتتاح ديالو وبدات الانشطه يعني تمارس بشكل الاعتيادي ديالها واستقبل مجموعه من المباريات الرياضيه في الفضاء هذا. فعرف كذلك ما عرفناش من بعد كذلك يعاد إغلاقه وكتحرم مجموعة من الجمعيات المهتمة بالشأن الرياضي وكتحرموا معها كذلك يعني التلامذ والأبناء ديال المدينة القديمة وسط الدار البيضاء. وطبعا واحد فئة من أبناء ديال الدار البيضاء اللي كيفيدون على هذا الفضاء هذا من خارج وسط الدار البيضاء. يعني هذا الإغلاق ديالو ينعكس طبعا على اللي كانوا يعني يستفيدون من تلامذ وعلى الجمعيات كذلك اللي كانت تشتغل هنا واللي كانت الفرق الرياضيه اللي كانت عندها شراكه مع المقاطعه مباشره. فالنداء ديالنا كفاعلين وكمهتمين وكأبناء المدينة القديمة أن هذا الفضاء هذا يعاد فتحه في القريب العاجل وبصفة استعجالية، لأن يعني لا يعقل أن هذا الفضاء هذا اللي تصرفت عليه مجموعة يعني ميزانية ضخمة الآن كيف في هذه الحالة اللي هي يعني يرتى لها يعني الأوساخ والبقايا ديال الطيور والعشب يعني اللي ولا بهذا الشكل هذا اللي ما بقاش يعني لا يطاق النظر إليه. كان النداء ديالنا للمقاطعة سيدي بليوط ومجلس المدينة أنه هذا الفضاء هذا يعاد فتحه في اقرب الاجال مع التهيئه ديالته والتاهيل ديالو بشكل لائق حتى انه يؤدي الدور الرياضي ديالو. ما عنديش الرقم الميزانيه سميتو ولكن كانت ميزانيه يعني كبيره يعني باش اللي كانت تصرفت عليه باش تعاد تفتح، ولكن الان راه خصو ميزانيه اكبر لانه الوضع الان الحالي ديالو راه وضع وعد خصو ميزانيه يعني ضخمه باش ترجعوا لنا الكراسي وكل شيء. هذا الكشف خصو يعني خص كله يتبدل باش يكون في حله يعني ملائمه لاستقبال الأنشطة ديالو المعتاد. وبالطبع نحن على أبواب يعني استقبال المونديال. لا يعقل أننا غادي عندنا شرف ديال الاحتضان المونديال هذا التظاهرة يعني العالمية الكبرى وعندنا ملاعب رياضية يعني وبنيات رياضية بهذا الشكل هذا اللي يرتى لها. فباش نكونوا في مستوى هذا الحدث الرياضي الكبير العالمي الكبير فأول حاجة وأقل حاجة وأدنى حاجة أننا هذه البنيات هذه الصغيرة نأهلوها باش يكون هذا يعني الجيل الرياضي يكون عنده واحد الخلف.